السيد رمز صلان رئيس لجنة العمال في مجلس المغار المحلي. اليوم عقدت جلسات استماع واعتراضات من قبل عمال من المجلس، خصمت مركبات من معاشاتهم. ما هي الأضرار التي لحقت بهؤلاء العمال؟ أضرار طبعاً الكل بيعرف، كل واحد وموقعه كموظف وظروفه وظروف معيشته وظروف بيته. في موظفين هاي الخصومات اللي عملت هي جزء من العلاوات في الرواتب للموظفين، قضوها منذ حوالي 20 أو 22 سنة، وهنا استقر وضعهم حياتهم على هاي المعاشات أو الرواتب اللي قضوها منذ 20 عام أو أكثر من 20 عام. قديش يعني انخفض من معاش موظف اللي كان يقبض 8000 شيكل مثلا، قديش ممكن انخصم له هسه 2000 شيكل؟ الأمور نسبية، تتراوح بين في قسم من الموظفين انخصم من حوالي 4800 شيكل من معاشه أعلى إشي. ننزل في التدريج، حد في قسم الموظفين انخصم لهم حوالي قسم 200 شيكل، في قسم 1200 شيكل، غير اللي انخصم من قبل. وهذا سيضر برضه في التقاعد، عندما يخرج العامل للتقاعد سيقل معاشه للتقاعد. إشي طبيعي. شو الإجراءات اللي أنتم اتخذتوها كلجنة عمال؟ إحنا أول شيء عرضنا كل هاي الإجراءات من حيث قانونية هاي الإجراءات. طلع المجلس المحلي دعا أو استدعى مراقب للأجور أو مدقق الرواتب والأجور، اسم المراقب هذا شخص اسمه علاء ريان، إجا فحص وأخذ عينة وعمل التخفيض فحص، وقال إنه في قسم من هاي العلاوات غير قانوني. طيب منذ 20 سنة كانت قال هاي العلاوات. طيب ممكن بدي أسأل سؤال، ممكن تتوجهوا لمحكمة أنتوا إذا ما المجلس لم يرضخ للاعتراضات؟ احنا رايحين في اتجاهين، اتجاهه يعني اعلان اضراب في المجلس المحلي، مش لهذا السبب طبعا، لاسباب ثانيه اخرى تتعلق في اشياء او علاوات لن يعني تنعطى من قبل لعمال وموظفات وموظفين في المجلس المحلي، وما المجلس المحلي ما لحد اسمه ما دفعها، عم بدفعها بشكل جاري في الرواتب، لكن لورا 6 سنين ما اندفعت هاي العلاوي هي للموظفات اللي كانوا عندهم أولاد صغار من جيل 0 لجيل 5 سنين. هذول بيطلع لهم علاوي 300 شيكل للولد لحد 5 سنين. السيد رمزي، شو موقف الاستدروت بالنسبة لهذا الموضوع؟ طبعا احنا نشتغل بتنسيق كامل مع الاستدروت في عندنا هون طبرية بالمرحاض وكمان في تل ابيب. طيب اذا المجلس لم يوافق على الاعتراضات شو ممكن يصير؟ اي اعتراضات تبعت الموظفين اسا اللي قدمتوها في جلسة الاستماع؟ احنا معترضين وعملنا بروتوكول في اسم لجنة العمال، كتبنا فيه للمجلس المحلي اعتراضنا على كل هاي الإجراءات. ممكن تروحوا لمحكمة؟ طبعا رايحين على محكمة لنوقف التقليص في الرواتب. رايحين على محكمة، يعني المحكمة موعد المحكمة تأجل، كان لازم يكون امبارح، فأخذ قرار من قبل المجلس المحلي إنه يأجلوا المحكمة. بعثوا للمحكمة تأجيل عشان يعملوا جلسات الاستماع اللي عم تصير، بعدين هم يروحوا لأنه صار التقليص في الرواتب قبل الاستماع على كل موظف وموظف، وهذا غير قانوني. فطبعا هم رايحين يروحوا في اتجاه المحكمة على أساس يقولوا للمحكمة عملنا جلسات استماع، عملنا جلسات استماع
وكل شيء يعني قانوني قانوني 100%. طيب سيد رمزي، أنا أنا بكتفي، أنا قرار الحاكم شو بيكون أو الحاكمي ما بعرف. أنا بكتفي بهذا القول، وشكرا لك وبالتوفيق وبكل ما تقومون به كلجنة عمال. شكرا لك ويعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لك. السيد زياد دغاش رئيس مجلس المغار المحلي، اليوم تعقد جلسات استماع لحوالي 20 موظف من المجلس المحلي، اتخذتم قرار بخصم مركبات من معاشاتهم. ما هذا القرار وما هذه الاعتراضات التي يتقدم بها الموظفون؟ وليش القرار اتخذ مش من قبل السلطة المحلية فقط، القرار كان في المجلس المحلي عم بنفذ خطة إشفاء للمجلس المحلي للسلطة المحلية اللي فيها التجاوزات في المعاشات. التجاوزات هاي كانت في أحد الشروط خطة الإشفاء، إنه تتصلح كل هاي التجاوزات الموجودة، وجت على جلسة مجلس، كانت في جلسة مجلس الخطة هاي، واتخذ قرار في السلطة المحلية في جلسة المجلس إنه كل شو إحنا نوقف في الشروط كلها، نلتزم في الشروط على أساس إنه نقدم الإشفاء، نعمل الإشفاء للسلطة المحلية. كم موظف تقريبا أنتم أخذتوا قرار بالنسبة لهم؟ ما يقارب 18 موظف تقريبا. طيب هؤلاء الموظفين لجنة العمال تدعمهم، وهناك محامي يدافع عن بعض منهم ممثلهم، وهناك محامية من قبل الهستدروت، هل ستضخون لهذه الاعتراضات ولا فيش خط رجعة؟ أنا بالنسبة لي كرئيس مجلس أنا عدت أشركت نقابة العمال فيها، وأشركت لجنة العمال الموجودة في المحلية، أشركتهم من أول الطريق في هذا الوضع، ولليوم للأسف الشديد ما كانوا يتحركوا. لقبل شهرين انه احنا انا دفشت الشغلة عدة مرات اللي انا ما يكونش في هذا الخصم، ولكن وزارة الداخلية اصرت على الشرط هذا اللي مجبور اني اذا احنا بدنا نحرر المصاري الموجودة او الميزانية الموجودة المرصودة لخطة الاشفاء يجب ان تقوم او تنفذ جميع الشروط التي طلبتها الوزارة، هذا هو الشرط الوحيد. يعني لا 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 خط لا خط رجعة لا خط رجعة لا خط رجعة. انا بالنسبة لي حتى اذا بيكون في هناك اي محامي او في محكمة اي قرار يتخذ، انا بالنسبة لي حتى بريحني هذا. ليش؟ لانه في علي ضغوطات كثيرة من وزارة الداخلية اللي انت اذا ما تنفذت هاي الشروط هاي الميزانيات كلها مش راح تصير. بس اذا بيطلع قرار محكمه بتيجي لوزاره الداخليه، انت بتقول لهم انه في قرار محكمه انا بقدرش. طبيعي، وهذا حكيناه من شهرين ومن ثلاثه انه يتوصلوا لهذا الحل حتى عن طريق محكمه. للاسف الشديد ما حتى الاستدروت ما تحركت كيف لازم، وصلت لوضع في نقطه صفر، حتى بدهمش يمضوا على الرواتب، لانه في عندنا هنا الحشام ملفي هذا المحاسب المرافق هذا من قبل وزارة الداخلية، اللي هو ما كان يعطى أخذ من الوزارة تعليمات إنه ما ممنوع توقع ولا على أي حتى المعاشات كل الموظفين. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، قديش يعني مبالغ رايح تخفض من معاشات الموظفين؟ أنا ما فت في التفاصيل هاي، انا كنت احارب على اساس انه ما نيصل لهذا الوضع، حربتها لنقطة السفير، وان فحص الطبيعي جبنا اخرى كمان مستشار اللي هو اعطانا عدة اقتراحات، جربنا نصلح وضع قديش بنقدر، لكن ما تبقى احنا مجبورين نتمشى حسب التعليمات تبع وزارة الداخلية، لانه منشان نحصل على الميزانيات المرصودة لخطة الاشفاء. وانتم قررتوا التخفيض من اعتبارا من شهر 11؟ احنا قررنا التخفيض من عباره من شهر 11 لانه وقفوا لنا، ما كانوا يوقعوا على الرواتب الا اذا احنا بنوقف من نخصم من المركبات هاي، نخصم هاي التجاوزات. ابو طارق شكرا جزيلا لك ويعطيك الف عافيه. شكرا. المحامي فريد غانم، انت اليوم تمثل 5 من الموظفين الذين خصمت لهم مركبات من معاشاتهم، ما هو الاعتراض الذي سيتقدمون به لجلسة الاستماع؟
نعم أنا يعني أمثل خمسة بشكل رسمي كمحامي، ولكن أنا يهمني أمر جميع الموظفين بما في ذلك الموظفون الذين قد يتعرضون لإجراءات مماثلة في المستقبل. فالوضع هو أن المجلس المحلي خصم مركبات من معاشات 21 موظفا قبل، هو يقول 18 تقريبا، 18 يجوز أنه تنازلوا عن ثلاثة، لست أدري يعني لا أعلم بالتفاصيل. في البداية كان هنالك 21 موظفا، يبدو أن المجلس استثنى ثلاثة، هذا يجوز. على أي حال الحديث يجري عن موظفين قدامى عملوا ويعملون في المجلس المحلي منذ أكثر من 20 عاما، بعضهم تجاوز 30 عاما. وطبعا هنالك كان هنالك مركبات المعاشات سويت في اتفاق 98 وبعد ذلك في شهر 3/99. غالبيتهم يحصلون على هذه المركبات منذ بدأوا يعملون في المجلس المحلي. والآن خصم هذه المركبات يعني ضربة صميمية إلى كل واحد منهم، وهذا سينعكس أيضا على معاشاتهم بعد التقاعد. أبو قاسم رئيس المجلس يقول أنه لن يتراجع عن قرار الخصم إلا بقرار من المحكمة، هل ستتوجهون إلى المحكمة؟ لست أدري، نحن في مرحلة إسماع اعتراضاتنا، رغم أن جلسة الاعتراضات جاءت بعد قرار المجلس بعد أن نفذ قراره، يعني عمليا وضعوا الحصان قبل العربة. ومع ذلك لدينا تحفظات كثيرة من جلسة الاستماع التي عينت لليوم، لم نستطع تحضير المواد بشكل صحيح، لم نتلقى الكثير من المستندات. فيما يتعلق بخطة الإشفاء وشرط وزارة الداخلية، من وافق على الشرط هو المجلس المحلي، لم يلزمه أحد بالموافقة على هذا الشرط. أولا خطة الإشفاء يتفق عليها المجلس المحلي مع وزارة الداخلية، فكان بالأجدر بالمجلس المحلي أن لا يوافق على مثل هذا الشرط أولا. ثانيا الفحص تم من قبل المجلس المحلي وقدمت الأوراق لوزارة الداخلية بشكل لا نتفق معه، ولكن من قدم الأوراق هو المجلس المحلي. لا أتوقع أن يقوم المجلس المحلي بالموافقة على دعاوى الموظفين، سيحارب طبعا لأنه قدم. يعني عمليا القول أنه إذا قررت المحكمة فهذا يعني ما حدا عامل لحدا معروف. سؤال، ما هي المبالغ التي تخصم من المعاشات تقريبا؟ يعني عندك معلومات؟ هنالك تفاوت، نعم هنالك موظفون سيخسرون أكثر من ثلث معاشاتهم ومخصصات التقاعد، هنالك موظفون يحصلون على قريب من الحد الأدنى وسيخسرون مبلغ 20% و25% من معاشاتهم. فهي ضربة صميمية إلى هؤلاء الموظفين، بدل أن نكرمهم نفتح سجلات قديمة جدا وعمليا نخيط لهم بدلات لا تناسب أحجامهم، وهذه ضربة صميمية إلى أبنائهم وعائلاتهم. وكان الأجدر بالمجلس المحلي في رأيي أن لا يوافق على الشرط أولا، وثانيا أن لا يقدم التقارير التي عمليا تصعب على المجلس نفسه اليوم وعلى الموظفين أيضا. وجهة نظرك على المجلس المحلي إذا أراد أن يوفر في مصاريف تشغيل المستخدمين أن يتخذ إجراءات أخرى، وليس خصم هذه المركبات من موظفين قدامى ويحصلون على معاشات عملية منخفضة. وجهة نظرك مفهومة، ورئيس المجلس يقول أنه سيتراجع فقط عن طريق قرار محكمة. نعم يعني هذا لا يفاجئني، القضية أن المجلس المحلي ساقنا جميعا إلى المحكمة وهذا شيء غير صحيح. عمليا المحكمة هي جانب قضائي، القضية الأرزاق والمس بالموظفين ليست قضية قضائية فقط، وكان يجب أن يتخذ المجلس المحلي إجراءات أخرى وأن يسلك بشكل آخر وأن لا يوافق على شروط حتى يحمي موظفيه وأبناء بلده ويمنع عنهم هذا الغبن والظلم، والظلم كبير جدا. المحامي فريد غانم، شكرا جزيلا على هذه الكلمة. شكرا لك. شكرا.